وعقب انتهاء الاحتفال التقى السيد الرئيس بالسادة الحضور. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هقول مقدمة صغيرة خالص، أقول لكم حاجة. هي أزمة أولويات من الأول خالص، من 2013. هي أزمة أولويات من الدولة تجاه مسارها. هو احنا بنتكلم على تأجيل التحرك ولا تأجيل نتائج أو تحمل نتائج التحرك؟ يعني إيه؟ يا ترى كنا احنا في 2013 ممكن نتحمل الأوضاع اللي كانت موجودة في الدولة في الفترة دي كلها ونقول أولوياتنا حاجة تانية اختلفنا أو اجتمعنا عليها، لكن نقول إيه؟ ما احنا مش هنتحرك في أي قطاع من القطاعات اللي كانت الدولة ما عايزة ونتحمل. طب هو السؤال، هو كانت الناس مستعدية تتحمل لفخامة الرئيس؟ طب نقدر نعمل صناعة من غير ما يكون عندنا طاقة لها، سواء كان كهرباء أو غاز؟ لا. هل كان ممكن تحمل المرحلة اللي هي من غير الانطلاق اللي احنا تحركنا بيه ده، ولا نتحمل نتائج التحرك؟ انا شفت ان احنا نتحمل نتائج التحرك. هنتحرك وهيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه مشاكل نستحملها. هو كان ممكن الرأي العام يتحمل ده قبل كده؟ ده معناه ان في حصل تطور كبير جدا في صلابة الانسان المصري، ما بقاش بالشكل اللي كان من 20-30 سنة قبل كده. وبالتالي اللي انا عايز اقوله هنا ايه؟ يا ترى كان الاولويات اللي احنا اتحركنا بيها ونتائجها اللي احنا فيها كانت ممكن تتأجل ويبقى التحرك حاجة تانية، او نفضل على حالنا؟ انا كان تقديري ان الناس، ولما دكتور شاكر موجود معانا ولما جه بقول له الكهرباء لازم تتحل في 2015-2016، قلت له السنة الجاية. يعني في دول قعدت مشكلة الكهرباء فيها لغاية دلوقتي بقى 30-40 سنة. ليه؟ هم مشوا بمسار تاني، أولويات أخرى. في ناس كده